تمام. مايكروسوفت في ماشينز داتا، يعني مايكروسوفت بتبقى عامله ماشينز كده للكورسات ومش عارف ايه، هو مريح دماغها ولا مش طبع اي حاجه، هو بس ايه انترنت اكسبلورر ومظبطه كل حاجه مفيش اي ايشو. تمام، معانا من اللي انا بقوله. انا عايز بحل المشكله بتاعت مين دي، اكس ميل اتش بي ريكويست كانوا نودد، والحاجه بقى ليه الاو او نو اكسس كنترول الاو اورج. يا عم انا مش عارف، انا بقول لك انا مش عارف، يعني مش عارف حلها ازاي. هتاخد بس السطر ده كده كنترول سي، تمام، روح لجوجل. ربما يروح ولو اس بي، بس مش هتقول له سولف ولا حاجه، اس بي دوت نت ام في سي، واديله ايه السطر ده اهو. روح هنا اهو، افتح ده، بص عليه بس، خد بالك بقى من تحت، في كود واحد اتنين تحت بقى، انت عارف ايه؟ انيبل كروس جوين ريكويستس، افتحه بالمره نشوف ايه هيعمل ايه. يعني هي الدنيا مش هتكون صعبه واو ان انا بس ادور على ايشو معينه يعني. بل بقى ايه؟ نفتح. طيب انا مع اول حاجه فتحتها عادي مايكروسوفت نفسها بتقول لك ازاي انت تنيبل كروس جوين ريكويست من اس بي وباي واحنا شغالين فيرجن نمبر 2. تمام؟ انا عايز بس بصوا قال لك ايه؟ قال لك يا راح فين؟ قال لك انت عشان تنيبل كورس جوينز ده طيب فقال لي ايه؟ انيبل الكورس ده. قال لك انت كل اللي هتعمله ايه؟ اما هتروح لللايبرري بتاعت الباكج مانجر ناجتس، او ممكن تروح لحاجه اسمها باكج مانجر كونسول. تمام، ودي ممكن نشوفها، وبتاخد السطر ده تعمل له ايه؟ تعمل انستول. فدي اول حاجه، فانا اروح كده اهو، هاخد السطر ده كده كافي اهو، واروح هنا في البروجكت بتاعي ده اهو هنا. خلاص، انا يا عم مش عارف فين الكونسول دي، اطلع فوق اهو، دور على كونسول بس. تمام، من ضمنهم قال لك ايه؟ لايبرري باكج ايه؟ مانجر، افتحها يعني. اي تحت دي. حط الكومنت بتاعك كنترول سي كنترول اي. انتر. طبعا النت المفروض هو ايه؟ يظبط الدنيا عشان يسعفنا يعني، اي هوب يعني. المفروض ان هو سيت اب شويه ايه؟ لايبرز كده ممكن ايه؟ نستخدمها علشان انيبل ايه؟ طيب عقبال ما يبدا ان هو يسيت اب الباكج دي، قال لك تاني خطوه هتروح تعملها، هتروح تعمل كولينج لحاجه اسمها كونفيج دوت انيبل كورس جوينز وكده، دي تاني خطوه، بس هو نخلص اول خطوه عامه. هنا اروح سيرش عن حاجه اسمها كورس جوين، اهو تمام. هروح انا انيبل الحته بتاعت الكورس جوين دي، هقول له بس ايه انستول. يلا بقى الحمد لله، بقول له ايه؟ اقول له اكسبت. خلاص يا جماعه، هو كده عامل لي انستليشن للكورس جوين، فاقول له ايه؟ كلوز. ساعتها بقى انا بتكلم على مستوى الويب اب بروجكت، الداتا اللي جايه من ويب اب بروجكت اللي جايه في شكل جيسون. هاجي هنا اقول له ايه؟ في الويب اي بي اي كونفج، في الاب ستار ويب اي بي اي كونفج، فانا هاجي هنا في الكونفجريشنز هقول له كونفج دوت انيبل ايه؟ كورس جوين. خلاص؟ وهروح على مستوى الكنترولر اللي انا عايز انيبل عليه الحاجه دي، باجي فوق هنا واقول له اتريبيوت. هنا بس بقى ماشيين مع الدوكيومنتيشن اللي دوكيومنتد معاكم. تمام؟ وهتروح انت على مستوى الكنترولر اللي انت بتجيب منه داتا، هتقول له ايه؟ هات يوزنج سيستم دوت ويب دوت اتش بي دوت ايه؟ كورس جوين. فانا اجي هنا كده اقول له يوزنج سيستم دوت ويب دوت اتش تي بي يعني
دوت ايه دوت كورجين، وتيجي على مستوى الكنترولر تحط اتريبيوت فوق كده اسمه ايه اتش او انيبل ايه فورس. هو في حاجه تانية غير دي ممكن نشوفها؟ انيبل فورس طيب هقوله enable course وبياخد مني 3 parameters وهقولك فين بقى اللي انت عايز تعمل في ايه الهيدر وايه الميثود اللي انت عايز تعمل لها كده. لو انت عايز تقلله كل حاجه مش شرط يقولك مثلا ايه الميثود اللي انت عايز تحددها وايه ال URL، قول له اي URL هيجي لي. يعني هفتح كده سي parameters 1 2 3، يعني مش لازم احدد له اسم الميثود اللي انا عايز يعني يقول عليها كورس جوين ولا الهيدر اللي انا هبعته له، ولكن الهيدر بمعنى انا اقول له في حاله الجيت او في حاله البوست. تمام يا عم اقول له لا تراح دماغي واعمل اي حاجه ايه تيك. ايه لا ايه عند ستارت النجم. تمام اوكي وتعال نجرب تاني وتعالى دايره يا دي النيل. ثواني هو معترض بقى ان هو عندنا لايبرري قديمه، فانا اروح برضو المانج ماجت هما دول 1 2 3 4 تمام تمام. المفروض بقى ان احنا نروح نجرب الدنيا كده ال API بتاعتي. المفروض ان انا بعد كده اروح ان انا استارت الابلكيشن بتاع consuming المفروض ان انا بروح ل product create UI بصوا يا جماعه جالي ايه؟ جالي 5 جالي 5 برودكت زي ما انا كنت عارضهم طلع هنا في الاي اي جالي ال 5 برودكت بتوع مين؟ بتوع هو جالي في الكور. ساعتها انا كده برضه اتغلبت على المشكله بتاعت الكور جوين اللي طلعت لي ان هي بتمنعني ان اتعامل مع ايجكس من خلال مين؟ او من اي حاجه ريليتد بمايكروسوفت عامه. خلاص؟ طب كده انا طلعت 5، ازاي بقى ان انا احطهم جوه مين؟ جوه الدروب داون ليست بتاعت الكاتيجوري او السليك ليست بتاع الكاتيجوري. اوكي فانا هاجي اهو كده اروح تاني خلاص دي اتاكدت منها ان هي ايه؟ مش هم 5 فيكورز جايين لي من نوع مين؟ من نوع كاتيجوري. طيب ازاي اعمل بقى فور ايتش عشان اعمل لهم لودنج؟ اهو في عندي حاجه اسمها دور ساين دوت في حاجه اسمها ايه؟ ايتش. هقول لك اول حاجه فين الكوليكشن مكتوب عليها؟ ده كانت مين؟ كاتيجوريز. طيب هتعمل ايه؟ عشان هنا انفذ حاجه عشان اعمل لوبينج بعمله عن طريق حاجه بسموها كول باك فانكشنز. كول باك فانكشن دي هتتعمل على حاجه ثانيه اللي هي هتتعمل على مين؟ هتتنفذ على الكاتيجوريز. يعني هستخدم حاجه الف بيها على مين؟ على الكاتيجوري. اول حاجه بتاخد مني هي الاندكس. بتاخد مني حاجه اندكس اري، وتاني حاجه بتاخد مني الاوبجكت اللي عايد على الكوليكشن دي. والحاجات دي كلها هنعملها بايدي، يعني هاجي اقول له كده فانكشن تمام؟ الفانكشن بتاعتي بتاخد مني مثلا حاجه اسمها اندكس انا اللي بكتبها واسم ايا كان تمام؟ و كاتيجوري. كاتيجوري ده كاوبجكت عايد على ايه؟ على كل رو جوه مين؟ كاتيجوري. فانا هاجي هنا المفروض بقى لو انا جيت قلت له alert category dot title المفروض يطلع لي كام؟ 5. فتعال نستارت كده
of continue, add mobile, add network, laptop, others, test, okay. تيجي بقى تاني حاجة ازاي بقى نحطهم جوه مين؟ جوه الكاتيجوري. فكده اطمنت ان هم شغالين تمام. طيب هتروح تنادي على الاي دي بتاع مين؟ بتاع السيلكت اللي اسمه ايه؟ اس ال كات. هاخده كده كابي واقول له هنادي عليه ازاي؟ هقول له دور ساين، هفتح قوسين كده واقول له هاش. هاش معناها كلمه اي دي اللي اسمه ايه؟ اس ال كات. عايز تعمل ايه؟ مش احنا اتفقنا اس ال كات عباره عن شويه اوبشنز، مجموعه اوبشن في دوت ابند. هضيف واكتب هنا بايه؟ هقول له ايه؟ اهو عندي اوبشن. هنا بقى تحس ان الدنيا شويه صعبه، يعني مفيش اوتو كومبليت، ولو في اي حاجه غلط انت هتعملها تمام. فبقول له كلمه ايه؟ اوبشن. اتفقنا ان الاوبشن دي بتاخد مني ايه؟ فاليو. طب ازاي اقول له ان دي هتكون الكاتيجوري اي دي؟ اهو هفتح كمان دبل كوتيشن كده واقول له كاتيجوري دوت كاتيجوري اي دي تمام. حط بس كده علامه بلسات كده، بس ده سترينج، فانا عايز اعمل كونكات مع الفاليو دي، عايز اكونكاته مع الفاليو اللي ورا. فكده انا لودد كاتيجوري اي دي. محتاج برضو مين؟ التايتل. فانا هاجي احط برضو دبل كوتيشن تانيين دبل بلس واقول له كاتيجوري دي دوت تايتل تمام كده. وساعتها لو جيت انا دلوقتي وقفت الدنيا وجاي فاتح تاني، هو المفروض يروح الكاتيجوري كونتينيو اهو، طلع لي اهو اد موبايل نتورك لابتوب اذرز تمام. خلاص كده. فلو ادي الداتا بتاعتي عن طريق انا ما كتبتش، بص حتى هتلاقي انا شايف يعني، وانا مش عارف بيزنس اكسبيرينس بتاعتي، الدنيا هنا سهله شويه. بدل ما كنت بكتب لايك بريس كتير، هما كانوا فتره كده وايه وجالي الجول التاني تمام. ابند بس الفاليو بتاعتك وخلاص، الكاتيجوري كتير وتايتل خلاص. هو بس هتتعب فيه السترنجات كتير انت بتايه اللي انا بكتبها تمام. سترنجات كتير انا بكتبها ان ما فيهاش اوت كومبليت. ممكن بقى تعمل ايه؟ تروح يعني تعمل كده اوبشن مثلا اهو، وتروح تاخده كده كابل وتحطه فين؟ هنا عشان ما تغلطش. بس فده الفيديو بتاع الانيبل بروجكت.